لو بتدور على طريقة لزيادة مساحة الهاتف او حل مشكلة ذاكرة ممتلئة، ففي الفيديو ده هقولك على 5 طرق لو عملتهم حل مشكلة الذاكرة الممتلئة وهتزود معاك تحت الموبايل بشكل كبير جدا. فلو عايز تعرف ايه هي الطرق دي تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم معانا في فيديو جديد من قناه عجم ستامبايل. النهارده معانا فيديو جديد عن طريقه زياده مساحه الهاتف وعن حل مشكله الذاكره ممتلئه بطريقه سهله وبسيطه جدا. بس كده قبل ما نبدا الفيديو، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل تطبيقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. ويلا بينا نبدا. اول طريقه معانا اللي احنا هندخل على متجر بلاي وهنحمل تطبيق صغير جدا، هو تطبيق تيرا بوكس. لو انت ما عندكش مساحه اللي انت هتحمل التطبيق ده، فهتعمل الطرق اللي احنا هنعملها. الطرق التانيه اللي هي هتوفر مساحه موبايلك بدون تطبيقات تعملها، وبعدين تبقى تعمل التطبيق ده. فلو عندك مساحه تنزله هتنزله، والتطبيق مساحته مش كبيره، مساحته 37 ميجا بايت ومنزله 10 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق مهم جدا. لو انت من الشخص اللي بتحب تصور صور كتير او عندك فيديوهات كتير ومش لاقي مساحة على موبايلك اللي انت تخزن الصور او الفيديوهات دي، فالتطبيق ده بكل سهولة لما تحمله كل عليك بس اللي انت بتدخل عليه وبتديله الصلاحية، وبيبدأ اللي انت تختار الصور اللي انت عايز تنقلها من على موبايلك تبقى موجودة جوه التطبيق. فتقدر اللي انت تنقل كل الصور بتاعتك جوه التطبيق، هتبقى موجودة جوه التطبيق ومش هتستهلك مساحة موبايلك. ولما تعوز اللي انت ترجعها لموبايلك تاني، لو مثلا وفرت مساحة وعايز ترجع صور لموبايلك تاني، هتكل عليك برضو اللي انت هتضغط على الصور وهتعمل لها نقل للهاتف مرة تانية. فدي الطريقة الاولى معنا في فيديو النهاردة اللي هتوفر لك المساحة. وهندخل على الطريقة التانية، وهي اللي احنا ندخل على الضبط، وهننزل لتحت عند ادارة التطبيق، وهندخل على اعدادات التطبيق، وهتشوف كل التطبيقات اللي انت بتستعملها. مثلا اللعبة دي هنضغط عليها وهنضغط على مساحة التخزين وذاكرة التخزين المؤقت. وكل اللي عليك اللي انت هتروح عند مسح ذاكرة التخزين المؤقت وتضغط عليها، هيبدأ لو يحذف بيانات المخزنة المؤقتة. هتبدأ اللي انت تشوف التطبيقات كلها اللي انت بتستخدمها، عشان كل ما بتفتح التطبيقات اكتر كل ما يبقى فيه بيانات مخزنة اكتر. يعني مثلا عندك التطبيق ده تطبيق كانفا، التطبيق ده في 131 بيانات مخزنة مؤقتة، يعني هي بتستهلك من مساحة موبايلك ملهاش اي لازمة. فكل عليك اللي انت هتعمل مسح ذاكرة التخزين المؤقت، ومش هتضيع اي حاجة من التطبيق. ووفرت معاك في موبايلك في التطبيق ده بس 131 ميجا بايت. هتروح عند كل التطبيقات وتعمل برضو مسح لذاكرة التخزين المؤقت. فدي كانت الطريقة التانية معانا في فيديو النهاردة. والطريقة التالتة، وهي اللي انت هتدخل على الملفات وهتضغط على كل الملفات ووحدة التخزين الداخلية، وتروح عند اندرويد وبعدين ميديا، وتختار واتساب، وتختار مرة تانية واتساب، وتروح عند ميديا، وهتروح عند واتساب فيديو اللي هتلاقيه قبل الاخيرة. لو انت شخص بتستعمل الواتساب كتير هتلاقي كل الفيديوهات اللي انت بعتها في السنت، وهتضغط على سنت وهتبدأ اللي انت تشوف كل الفيديوهات اللي انت بعتها والفيديوهات اللي انت مش محتاجها. لان اغلب مثلا الفيديوهات اللي انت تبعتها لحد ما تبقاش محتاجها، هتشوف الفيديوهات اللي انت عايز تمسحها وتبدا تمسحها. وبرضه لو في فيديوهات مثلا بتجيلك تلقائيا على الواتساب ومش مهمه وعايز تحذفها، بتدخل على البرايفت وبرضه بتبدا اللي انت تحذفها عشان برضه توفر مساحه في موبايلك. فدي كانت الطريقه الثالثه معانا في فيديو النهارده. وهندخل على الطريقه الرابعه، وهو تطبيق برضه حلو جدا، وهو تطبيق فون ماستر. التطبيق ده لو انت موبايلك جديد هينزل معاه تلقائيا من غير ما انت اساسا تنزله من متجر جوجل بلاي. ولو انت مش موجود على موبايلك هتبدا ان انت تحمله مساحته صغيره، وتحمله طبعا لما توفر المساحه في الطريقتين اللي احنا قلناهم، ولسه في الطريقه الجايه برضو بدون برامج. فكل اللي عليك ان انت تضغط على ملفات مهمله، وهيبدا اللي هو يشوف لك الملفات اللي مش ضروريه، ويبدا اللي هو يجيبها لك سجيجه وشويه، هيوفرها لك من التطبيقات بدون ما يمسح لك اي حاجه. هيبدا اللي هو ينظفها لك، دي ملفات غير ضروريه هيبدا اللي هو يمسحها، وهتوفر برضو مساحه كبيره من موبايلك. فدي كانت الطريقه الرابعه معانا في فيديو النهارده. هندخل على الطريقه الاخيره، وهي اللي احنا ندخل على متجر بلاي، وهتدخل على الاعدادات، وهتروح عند الاعدادات المفضله للشبكه،
وهتروح عند التحديث التلقائي للتطبيقات، ولازم ان انت تتاكد ان هي مش معموله عبر واي فاي فقط او عبر اي شبكه لازم تعملها عدم تحديث التطبيقات تلقائيا. النقطه دي مهمه جدا جدا، عشان اللي انت في تطبيقات كتير جدا متبقاش تستخدمها على موبايلك، بينزل ليها تحديثات باستمرار، فحتى لو انت وفرت مساحه من الطرق اللي انا قلتها لك قبل كده وانت ما عملتش الخيار ده، هيبدا اللي هو كل ما ينزل تحديث هينزل بمساحه اكبر، فهيبدا اللي هو يملي مساحه موبايلك وانت اساسا ما تستخدمش التطبيق. فانت بتضغط على عدم تحديث التطبيقات تلقائيا وبتضغط على تم. ولو عايز بقى ان انت تحدث اي تطبيق تروح عند اداره التطبيقات والاجهزه وبتضغط على اداره، ودي التطبيقات اللي هتبقى عايزه تحديث، فكل اللي عليك التطبيق اللي انت عايز تحدثه بتضغط عليه وبتضغط على تحديث وبيبدا يتحدث معاك بكل سهوله. فدول كانوا الخمس طرق بتوع فيديو النهارده. ولو بتقابلك اي مشاكل في الانترنت، لو الانترنت بطيء او عايز تسرع او اي مشكله بتقابلك في الانترنت، سيب لك في وصف الفيديو تحت فيديو لحل مشكله بطء الانترنت وطريقه تسريعه. ولو استفدت اي حاجه من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا نقدمه عن افضل تطبيقات للموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.